السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام. اليوم الشهيوة اليوم هي عبارة على دجاجة محمرة على الطريقة المغربية. اللي الطريقة ديالي اللي كندير سهلة كيف العادة، اللي على بركة الله عندنا المكونات، العنصر الأساسي عندنا هو الدجاج. الدجاج كيف كتعرفوا راه سبقت لي حطيت لا فيديو ديالي ديال تنقية الدجاج، نضيف الدجاج كيف كنقيوه كنغسلوه بالحامض وكنخليوه مرقد. عندنا هنايا الثومه، درت هنايا 4 دراس ديال الثومه ولا 5 دريسات ديال الثومه. عندي زيت العود، زيت البلديه، وزيت الروميه راه كاس ما عامرش، 4 كاس. عندي دامة الزعفران رقدتها شويه في الماء باش تطلق ليا، اللي عنده الزعفران ممكن يدير غا الزعفران شعره. عندي هنايا المكونات، عندي حامضه مصيره اللي خديت اللب ديالها، عندي هنايا معلقه كبيره صغيره ديال سكنجبير، عندي هنايا خرقوم بلدي، عندي هنايا المروزيه ديال الدجاج اللي فيها البسيبيسه وقرع قله، عندي هنايا السمن الحار ديال الطياب، عندي هنا واحد العود ديال القرفه، وعندي هنا شويه ربيع، معدنوس، قزبور، وعندي هنا شويه البزار. هادو هما المكونات ديالي اللي غادي نستعمل. وعلى بركه الله غادي ندوزو للطريقه. غادي ناخذ واحد الاناء فاش نخلطو، غادي نخلط كلشي، هادشي كيف كيبان لكم. غادي نلوح كلشي عندي هنا في الطبسيل على هذه الطريقة. هادي كيف قلت لكم غادي نلوحو كلشي هنايا، عملت كلشي المقادير هنايا العطرية ديالي. غادي نهز هاد الزعفران اللي ذوبت هنايا في الماء، غادي نلوحو. غادي نهز الثومة ديالي، غادي نزيد شوية الماء، غادي نحرك كاع هاد العناصر هادو كيف كتشوفوا، غادي نمزجها مع بعضياتهم بحال هكا. غادي نستعمل يديا من الاحسن باش نخلط كلشي هاد المكونات. من بعد كتزيد واحد نص كاس ديال الماء تقريبا باش كنخلط كاع هاد المكونات هادو. ممكن الى عندكم طحانه ديال الضو ممكن ديروا فيها كاع هاد العناصر باش يطحنوا بحال هكا. انا غنزيد شويه الماء عاوتاني بحال هكذا. اللي عنده كما قلت لكم الطحانه ديال الضو يدير فيها كلشي يطحن بحال هكذا. انا كندير غير يديا وكنحرك مزيان حتى كتنسجم لينا العناصر مزيان بحال هكا كيف كتشوفوا. صافي غادي نهز الدجاجه ديالي كيف كتشوفوا، وغادي نبدا ندهن بها، ندهنها مزيان بالعطريه ديالي بحال هكا. وغادي نخشي لداخل كيف كيبان لكم. ضروري هنايا ما بين الجلده و ونعدم بحال هكا. هكذا باش كيجي الدجاج بنين. كتشوفوا راني ما درتش الملح حيت الحامض كافي. صافي هانتوما كيف كتشوفوا شرملت الدجاجه ديالي مزيان بحال هكا. على الاقل خصكم تخلوها في الشرموله على الاقل ساعه بحال هكاك، بما تشرب الدجاجه ديالنا داك الثومه والحامض وتشرب العطريه ديالنا. اللي باش ديروها طيب. وهنايا كيف كتشوفوا هاد الصدر هذا ديال الدجاج، غادي نحاول نقطعو من هنا شويه
كيف كتشوفوا باش تدخل لي العطريه مع الصدر ديال الدجاج كيجينا ناشف، كنخشي فيه العطريه باش يجينا بنين. هاد العطريه هادي غادي نخشي لداخل هكا. هادي هي الطريقه ديالي اللي كندير باش تجي لينا الدجاج بنين بحال ديال العراس بحال هاد الطريقه هكذا. صافي هكذا، وغادي نخليه ساعه تقريبا. من بعد غادي ندير لي واحد الخويط هنايا، حيت انايا حيدت لي ديك الجلده هنايا اللي كنخشيو فيها رجيله تاع الدجاج. انا من بعد غادي نجمعو هنايا بخيط وغادي نديرو في اللاطا في الكوكو ديالي ولا الكميله ولا اللاطا ولا اللي نديروه يطيب. ها هي الدجاجه ديالي فاش شرملتها وكرفتها من الرجيله ديالها، انا درتها طيب هكا في شويه ديال الماء. وديما الدجاج تعودوا تحطوه على هكا على الصدر ديالو حيت هو اللي كياخذ الطياب. صافي شويه الماء اللي درت هنا، ومن بعد طيب ليا شويه وغادي نزيد البصله ديالي والزيت. انا دابا فاش طابت الدجاجه ديالي نص طيبه زدت البصله ديالي اللي قربت معاكم اللي ديجا ذكرت من قبل، وزدت داك الزيت ديالي من الفوق. دابا غادي نخليها تكمل الطياب، ومع الطياب كتبقاو تقبوا البنات الدجاجه بحال هكا باش يخرج داك الدم، داك الدم والماء ديالها بحال هكا بهذه الطريقه بحال هكا. انا ما بقاش ليا دابا بزاف يخرج من هذاك الماء والدم ديالها. صافي كنخليوها تطيب وكنحيدها ديرها تحمر. ومن بعد البنات اللي عنده قشي وشاف تاع الدجاج اللي عنده الكانصه والكبده راه كيطيلو بحال الكانصه طيب معاه، والكبده من بعد كيسلقها كيعاود يقليها ويديرها من الفوق ولا يديرها طيب معاه، ماشي مشكل. انا هنا ما عنديش يعني ما غاديش ما درتهمش. البنات انا طابت لي الدجاجه ديالي من بعد ما بردت شويه، انا وجدت هي خرج منها الماء وداكشي. من بعد ما وجدت اللاطه اللي غادي ندخل الفران باش ندخلها تحمر، وجدت هنايا شويه ديال انتما كتشوفوا العبليه فيها ولدي بالمعلقه. المهم وجدت هنايا شويه تاع التحميره وشويه الزبده وشويه السمن. نتوما ممكن ديروا الهريسه، انا الا ما بغيتش نديرها على ودي الدراري غتجيهم حار. المهم درت هنايا غير شويه تاع التحميره باش تعطي داك اللون. انا غندهنها في قدامكم بسم الله هكا كتشوفوا غادي ندهن كامل هذا. انا دهنتها البنات، المهم كدهنوها مزيان ومن بعد غادي ندخلها للفران ومن بعد نوريكم النتيجه. ها هي الدجاجه ديالي من بعد ما طاب لي الدجاجه وحيدتها، زدت البصله زدت الزيت ديالنا. من بعد فاش طابو لحت الزيتون هو الاخير. صافي باش طابت لي البصله ديالي شديت الدجاجه ديالي كيف دهنتها قدامكم بتحمي شويه التحميره وشويه الزبده ولا السمن. انا ما درتش لها ريسه على وديت الحار على وديت الوليدات. شتو كما كتشوفوا عرفتي كتعطي واحد اللون واحد اللمعان كتخلي الدجاجه كتحمر كتعطي واحد اللون غزال غزال بزاف. انتما كيف كتشوفوا في ساعه كتحمر وكتعطي داك اللون الذهبي زوين بزاف. ولا الصوص ديالي دقتها جات غزاله وبنينه. هذه واحد الوصفه اللي
كان انا كيجيني الدجاج محمر صعيب والقوام ما كيجينيش زوين. دابا فاش وليت كندير هاد الطريقه اللي ساهله وبسيطه في كيف كتشوفوا كتعطي واحد النتيجه غزاله وكيجي بنين. وكما شفتوا معايا طريقه ساهله وبسيطه ممكن المبتدئات واي واحد يطيب الدجاج ديالو المحمر على الطريقه المغربيه. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم ودخلوا لي التعليقات ديالكم لي كومونتير ديالكم وتعملوا لي لايك وتبارطاجيو مع لي زامي ولا لا فامي ديالكم. ونخليكم في امان الله والسلام عليكم.